ما هو جبل باني وأين يقع؟ جبل باني، جبل باني جبل تتخلله سلسلة جبلية تتخللها واحات ووديان. وهي سلسلة جبلية وراء الأطلس الصغير، تقع منطقة باني قاحلة شرق سوس ماسة، وتحدها من الشمال جبال الأطلس الصغير ومن الجنوب الصحراء. وتقع هذه المنطقة وسط سلسلة جبلية اسمها جبل باني، التي تعتبرها لما يقرب من 500 كيلومتر، التي تعبرها لما يقرب من 500 كيلومتر بين زبورة وطنطان. تنتشر الوديان الأنهار في منطقة باني، وهي جميعها من روافد وادي درعا التي تخترق السلسلة الجبلية عبر مضايق ضيقة، وما أدى إلى ظهور الواحات فيها على غرار واحة فم زقيد وتسينت وطاطا وأقا وفم العسل. إذن عندما تكونون في باني فإنكم على أبواب الصحراء، إنها بلاد الجبال السوداء وأرض أول الكتبان الرملية. يختفي الغطاء النباتي تدريجيا، لكن المناظر الطبيعية رائعة. من يريد أن يقضي وقتا ممتعا فعليه فقط اختيار قمة ليتسلقها والاستمتاع بالمناظر الطبيعية. ويقال أن جبل باني كذلك مملكة المعادن والجيولوجيا والنقوش الصخرية. إنه يقال إنه أفضل مكان لإعادة شحن البطاريات. غالبا ما يتم اختيار هذه المنطقة للخروج من المسارات المألوفة، حيث تتوفر على مناظر فريدة للواحات وسلاسل جبلية مثيرة للدهشة والإعجاب. كيفية الوصول إلى هناك؟ ستكون مدينة طنطا أفضل نقطة للإشعاع للاستمتاع بجبل باني. أتمنى أن أكون استوفيت بعض النقاط المهمة حول هذه المنطقة التي لطالما أردت أن أبحث فيها. جبل باني باني مونتين. أدري لماذا لم يسلط الضوء على هذا الجبل، على هذه السلسلة الجبلية. هذه السلسلة غائبة شيئا ما، يعني قرائد الجغرافيا لبلدنا، رغم امتدادها على طول 500 كيلومتر جنوب بلاد منظمها في اقليم طنطا، حيث يشكل الجبل حزاما طبيعيا يخترق الاقليم من اقصى الى اقصى. اقليم يشكل حدودا طبيعيه بين سلسله جبال الاطلس الصغير تحديدا والصحراء المغربيه، مما يجعله متميزا بتضاريس وعره ومتنوعه وجافه من حيث التساقطات مع فرشة مائية جوفية مهمة، وبجباله الشاسعة المتنوعة والخالية معظمها من السكان الذين يجتمعون يتجمعون على شكل واحات. تخيل نخيل متماسكة اجتماعيا وعريقة تاريخية تغذيها منابع دائمة التدفق. سلسلة باني شكلت دائما حاجزا أمنيا ودفاعيا وطبيعيا للتصدي لهجمات الخصوم المعاديين لأمن المغرب جنوبا، ومنه تم استلهام فكرة الجدار الأمني الذي بنته قوات المسلحة المغربية شرق الصحراء. تخترقه بعض الفجاج التي تمر منها مياه فيضانات الأودية، تسمى بلسان عرب الإقليم بالفم، فم زقيد، فم الحصن، فم الواد.
وتسمى بلسان الأمازيغ وهو الأكثر انتشارا في الإقليم بأقا أقا أقايغر أقايزوكا دقيغان من المغرب الجغرافي. ولكن هناك من يقول بأن كلمة أقا لا تعني الفم. كانت لا تعني الفم. نكتفي بهذا القدر حتى نتمكن من إيجاد معلومات أخرى فنقدمها لكم في طبق جميل. أتمنى أن تربحوا. هي ينتصب جبل باني شمال تفروت وهو جزء أساسي من الأطلس الصغير الغربي كأنه عمودها الفقار الذي يسندها ويحمي وادي أميل أمل الشهير. وتطل قمته الشامخة من علو 273 متر ليكون بذلك واحدا من أضخم قمم الأطلس الصغير وأعلاها. ويقصه غطاء نباتي مقاوم. وأما تضاريسه فتتشكل أساسا من كوارتزيت. تتميز هذه البقاع بمزاجها المتقلب وسحرها الآسر. والإطلالة من أعلى القمة تسلب الألباب بجمالها حيثما وليت وجهك. إنه بحق جنة عشاق الرحلات الجبلية. فلننطلق كل من أراد أن يستمتع بمثل هذه المناظر فلينطلق لسبب أعوار هذا الجبل عظيم بين بلاد أشتوك وبلاد أمنا. أسوار طبيعية تطل قمة جبل القصد من علو 2370 متر من المنطقة وترسم خط طبيعي فاصل بين إقليم تزويت وشتوك اعتبار. تتشكل تضاريسه أساسا من الكوارتز. تتميز هذه الكتلة بصخورها المتعالية المتآكلة وأكوام ركام الحصفة الضخمة كما هو الحال عموما في جميع أرجاء الأطلس الصغير. وتقع أعلى قمة شمالا وهي قمة أفا دمزقاديوين التي تمتد على حوالي 130 كيلومتر. وأما سفح السلسلة الجبلية فتنتصب به قمة أديم وقرزان أديم وقرزان أديم وقرزان الذي تلوح من أعلى قمته رأس أسد الشهير وذلك من وادي أمن. إن الإطلالة من جبل القصد تحبس الأنفاس فهي تشرف على المناظر المتباينة بين الوديان جنوبا والجبال شمالا. على خلفية لوحة صحراوية تبدأ من بعيد من جهة الجنوب الشرقي. استكشاف جبل قصد تنطلق المغامرة من قرية تقدشت وواقعة 30 دقيقة عن تفروت. وأنت تجوب المسالك المتعرجة المعرجات ستعبر من مضايق صخرية حادة ومن حضارات تعلوها الحصى وفجاج صغيرة ضيقة. وستصادف في رحلتك هذه لا محالة ثدييات صغيرة وزواحف تعمر المكان. وستحظى بمشاهدة الطيور القواسر والبوم. إن المسارات وإن كانت متنوعة لأنها غير معلمة ولذلك لا بد من الاستعانة بمرشد أثناء الرحلة التي تستغرق 7-8 ساعات مشي لصعود القمة ثم النزول منها مع تغير المستوى قد يصل 1000 متر. إن جبل القصد هو كذلك وجهة يقصدها عشاق التسلق وهو يضم حيطانا صخرية تعد بلا شك من أكثر الجدران الطبيعية إثارة لاهتمام هواة هذه الرياضة. ولكنه غير مجهز لهذا الغرض. يستغرق تسلق جبل القصد
يوما كاملا، وقد تطول الرحلة عدة أيام في حالة الالتفاف حول كتلة الصخرية للوصول إلى بلاد إيزاو غنيدف في الجانب الشمالي. وهناك عدة أجناس أشجار معروفة بمقاومتها تنتشر بين تضاريس جبل القصد، ونجد من بينها أشجار البطل الأطلسي، شجر بري مثمر معروف بصلابته وتعميره، ويستغل صمغه في صناعة مواد التجميل والأدوية، وهو مفيد في التعقيم ومضاد للفطريات ويداوي آلام البطن. فشجرة البطن الأطلس تسي واحدة من أشجار المداوية. أكون بهذا قد أعطيتكم على السريع معلومات تهم هذا الجبل، هذه السلسلة الجبلية بالحق، جبل بين. شكرا على الانتباه وعلى المتابعة، وإلى اللقاء. أترككم في أمان الله وحفظه إلى أن يتجدد اللقاء بإذن الله، بحول الله وقوته.